اهلا متابعي جريده الحادث 24، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الرباط، واكيد من بيت الطفل اللي دار واحد ضجه، واحد غزات مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، طفل بطل العدو الريفي، اكيد اصبح بطل احنا الان في اعيننا وفي اعين كل المغاربه، اللي كان دار واحد ضجه بواحد الصوره لانه حاول يكمل العدو الريفي ديالو الجري ديالو بدون حذاء. وغادي يشرح لنا حماده علاش مشى عفيان وشنو وقع ليه وبزاف الحوايج غيعاود لنا حماده. اولا غنهضروا مع الام ديالو. السلام عليكم ام حماده. وعليك السلام ورحمه الله خويا. اولا انت كتعرفي ان ولدك الهوايه ديالو هي الرياضه، عاودينا على ولدك مزيان شنو الهوايه ديالو؟ والهوايه ديالو هي الكره والرياضه وكيبغي يجري وكل شيء كيبغي يديرو. نعم. غير وصل حماده نهار اللي كنشارك في العدو الريفي بتمسنا كان في خبرك انه غادي حماده يشارك وداك الشيء كان عرفتي بانه خارج انا اللي درت ليه الساكادو والسبرديله وكلشي ومشى وملي مشى انا ما عنديش الفيسبوك حتى كيقول لي نصر ولدك كيجي لحفيان. لا قبل ما يجي لحفيان من رجع ولدك من العدو الريفي من المسابقه عاود لك بانه شنو وقع ليه؟ لا ما عاود ليا والو. ما قالكش تقطعتي سبرديله؟ لا ما عاود ليا حتى حاجه. تعاودت ليا بنتي قالت لي ماما راه اللي حين حماده في الفيسبوك داير ما عرفاش ملوي رجليه في السكوتش وكيجري. قال لي عطرت وتشركت لي سبرديله وانا نحيدها ودرت كرتونه ودرت سكوتش على رجلي وكملت. قال لي ماما وربحت جيت انا الثالث. الحمد لله جا هو الثالث مزيان. المهم كلشي شجع وكلشي هدرت بين. انت الصوره فاش دارت يعني في المغرب في مواقع التواصل الاجتماعي ما اثرتش عليك عادي؟ العاديه. انا واخا يمشي تحفيا على لاقاش باغي يوصل باغي يوصل. اكيد. الله يعاونو. وكيف داير النفسيه ديالو فاش عرف راسو بانه راه التصويره دارت في مواقع التواصل الاجتماعي عادي عنده هو؟ لا هو فرح وكيضحك وفرحان واللي جا عندنا مرحبا به والناس عرفوه في الزنقه وفي الشارع كلشي كيدوق عليا وكلشي فرحان. تبارك الله عليه. الله يطول عمرك ويخليك صحيح. نمشيو عند حماده، عطي الميكروفون لحماده. حماده بغينا نعرفوا اول فاش فقتي في الصباح وغادي داك الماراطون شنو كان في عقلك انت غادي تشارك شنو كتقول؟ كنت هزيتي ساكادو فقتي في الصباح شنو قلتي؟ كنت غادي نقول ناوي نبيع. غادي ناوي نبيع. وصلتي عند اللجنة وجدتي راسك عاودنا التفاصيل كيفاش بدات المسابقة؟ دابا حاجة اصلا المدرب ديالي علي صوتك اصلا المدرب ديالي حد الحد كنمشيو لشي مسابقة الحد مشينا قالنا هاد الحد هذا اللي فات قلنا نمشيو تمسنا مشينا زيت ساكادوية كيف العادة كيف العادة زيت ساكادوية خرجت مشينا شدينا الطبيب وصلت لبس بديلتي يلا انا غنبدا يلا غنبدا لبس بديلتي تقطع ليا تضربت من واحد الحاجه ويتقطع. تعكلتي مع حجره يتضرب. ايوا ويتفرقع. ورجعت ونصلت الصنداله بالسبديله ودرت بس تقاشر ودرت كرتونه وسكوتش. درتي كرتونه وسكوتش لويتي مزيان؟ لويت مزيان ومشيت كملت. وكملتي؟ ومشيت في المرحله الثانيه. ثالثة والاصدقاء ديالك شافوك درتي ذاك غير خليها الاصدقاء ديالك شافوك فاش درتي ذاك اللعبه والكرتونه. ايوا. وشنو قال لك المدرب ديالك واصدقاء ديالك فاش شافوه؟ المدرب ديالي زاد شجعني. ياك. قال لي كمل بحالك. زاد شجعني بزاف. حتى حتى صحابي اللي معايا في البطولة حتى هما شجعوني مزيان. ودابا باقي كتزاول هذه يعني فاش شتي تصور هذه يعني عاد زيدي حبيتي هذه الرياضة هذه. بزاف. شنو الأبطال اللي كيعجبوك في هذا العدو الريفي اللي أنت كتشوفهم قدوة ديالك وبغيتي تولي بحالهم في المستقبل؟ زابي دوان. عويطه و سفيان البقالي. وصلت خبر بان سفيان البقالي بغى يشوفك بغى يتلاقاك. وانت كتمنى شنو كتمنى بسفيان البقالي؟ كنتمنى نشوفه وانا طبعا. ياك ان شاء الله. هو من المحبين ديال سفيان. خرجتي الزنقه تيشوفوك قداش تيقولوا لك؟ كيقول لي شفناك في فيسبوك وفي انستغرام وشحال من حاجه. تبارك الله عليك. ننتقل للام ديالو. بغا نعرفوا حماده الطفل في الدار كي داير اصلا؟ خويا في الدار اش نقول لك؟ الطفل صلى على النبي بخير. وكيهضر زوين. وكيقرا مزيان. وبخير.
وكتمنيت انت يكون بحال انت يوصل ان شاء الله الرحمن الرحيم تنتي وبغيت اللي يعاوني عليه تنتي بغيت تكوني بحال الامهات ديال المنتخب المغربي تشوفوا ولدهم اللي وصلوا له هكشي اللي كاين اخويا راه كنتمنوا لولادنا غير الخير الله يطول عمرك هكشي اللي بغينا حمادة انت شتي المنتخب المغربي فاش الامه ديالهم كيدخلوا لهم الطيران انت أيه. كتمنى مستقبلا ان الام ديالك تدخل عندك البلاصه ديال السباق وهز ميدانيه هذا الشعور اللي كتمناه انت كذلك ياك شنو بغيت تقول للمغاربه اللي ساندوك وفرحوا ليك وعجبتيهم كنقول لهم شكرا بزاف من طنجه حتى للقوا شكرا تبارك الله عليك حمادة اذا نخدم معك استاذه شنو تقولي بخصوص حمادة ابن الحي ديالكم وكذلك انت كجاره واخ بحال الاخت ديال الام ديالو قريبه منهم انا مفتخره به كيعجبني انا كرئيسه جمعيه وكفاعله جمعويه من الوليدات ديال الحي انا كنفتخر به بزاف وما شاء الله عليه طفل ذكي وغير لو فات انه دار داك لا رياكسيون فاش تقطعات له السبرديله ودار ديك الرياكسيون ديال انه يعتق الموقف من الحب ديالو للرياضه ديالو ومن الحب ديالو والشغف ديالو انه بغى يستمر ودار ففات انه دار ديك العمليه انه باش يكمل اللعب ديالو انا زعما كنقول ليها بونجور ديالك هو من يعني من الاطفال ديالنا الحي اللي ما شاء الله عليه اللي كيحاول يحبب حتى الوليدات ديال الحي كيحاول يحببهم في هذه الرياضه اللي ما كيجرهم يبغي يديهم يبغي ديما كيجري بهم ديما داكشي اللي كيعلموه المدربين ديالو كيبغي يعلمو حتى هو الوليدات يعني كيبغي يعطي دونك انا كنتمنى من الجهات المسؤوله انهم يكونوا مع هذا الطفل بغيناه يكون عالم يعني يكون بطل عالمي لماله يمثل المغرب في احسن تمثيل علاش لا ان شاء الله كنتمنى انه يتكلفوا به ناس اللي باش يكمل المسيره ديالو وتبارك الله عليه هادشي اللي غادي نقول تبارك الله عليه شكرا تبغي تقول كلمه اخيره ما سخيناش بك حمادة الصراحه قول شي كلمه اخيره واحده خال الجمهور عبر قناه الحدث 24 شنو تبغي تقول لهم شكرا لكلكم من طنجه للقوع اذا شكرا حمادة شكرا الام شكرا كذلك السيده كنتم معنا مباشره من بيت حمادة البطل اللي غزا مواقع التواصل الاجتماعي بواحد الصوره معبره صوره بريئه شكرا لكم والى اللقاء